أكد الدكتور علي المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أن منظومة الخبز مميكنة بالكامل ولا يوجد أي مشاكل في تطبيق السعر الجديد الذي وافق عليه مجلس الوزراء اعتبارا من بداية الشهر المقبل. وفي تصريحات خاصة لقناة الحياة أعلن وزير التموين أن التحول إلى الدعم النقدي المشروط لن يكون ثابتا، مشيرا إلى أن الدولة ستتحمل 84% من قيمة دعم رغيف الخبز بعد تطبيق قرار زيادة سعر رغيف الخبز المدعم. كما أعلن وزير التموين أن الدولة تستهلك 8.5 مليون طن من القمح سنوياً.